وقفي لا تتحركي. منين طلعتي لي بالاهتمام بجمالك؟ أنا ما عم أفهمك والله. شو الغلط؟ أنا كمان بدي صير حلوة مثلك نبول. لك ما أنتي أصلاً حلوة كتير، حلوة كتير وذكية كتير. بدك تعملي اللي ما قدرت أعمله، وبدك تدرسي بالتعليم العالي إن شاء الله، ورح يكون عندك شغل مرتب، وما حدا أبداً رح يقدر يجرحك. تسطحي شوي. مين هاد؟ نورهان عم تدق. انتي خليكي هيك ربع ساعة ولا تتحركي بنوم. آغا نعم. كيفك؟ قولي مرحبا على الأقل يا بنت. شو يا آغا؟ شو الموضوع؟ ما في شي، بس يا ترى بقدر شوفك شوي؟ أنا تحت البيت. تمام، أنا نازلة فورا. كيف بتجي لهون يا آغا؟ أختي بالبيت، بعدين بجوز حدا يشوفك. طب ليش شو عم بحكي؟ بس كنت بدي اشرب قهوة من تحت ايديكي. انا بعمل لك القهوة بالمعمل مو هون. طيب لك هالليلة سعيدة. انت شو عم تستني لهالوقت يا بنت خالتي؟ النوم طار من عيني. بلال رجع شي؟ مو راجع، رجب نيمو عنده الليلة. كتير منيح، خلي الولد يفش خلقه. معقولة؟ انت منيح؟ شبك؟ ماشي حالي، كيف بدي يكون؟ نارين، بعد إذنك بدي أصحى شوي، أعطيني مي غازية. فوراً. أنا بلمون، ما تاكل هم. يلا. عدنان، انت بتقدر تبعدهم عنا ما هيك؟ شوفي، في شي مرة انا ما وفيت بوعدي لإلك؟ انا كتير متلبكة، اعصابي تلفت من الموضوع، وكتير خايفة انهم يكشفونا. مشان هيك دايما عم نبهك على هالقصة، مشان ما نخليهم يشكوا بشي. لازم تمسكي حالك قد ما بتقدري لحتى ما يحس حدا. تسنيم وأمينة ما شكوا بشي أبدا، بالعكس تصرفوا طبيعي، بس هاي المرة مدري كيف عم تسأل وتقوم الدنيا طول اليوم. أنا من سنين طويلة وعدتك بهالشغلة، ورح كون عند وعدي يا بنت خالتي. وطول ما أنا عايش ما حدا رح يعرف بهالسر. انتي واثقة فيني. معقولة ما اوثق فيك؟ انا واثقة فيك بشكل كبير. اصلا انا لهلأ صامدة وقدراني ضل واقفة بوش المصايب،
بسببك انت وابني. هو ابننا، هو ابني وروحي.